بداية كده مبروك على المسلسل، وخلينا الله يبارك نتكلم فيك. يعني أدوارك ما شاء الله من دور لدور، خطوات مهمة وخطوات أحسن من اللي قبلها. خلينا نتكلم الأول عن دورك في مسلسل عمدة، كلميني عنه. بص يا سيدي، أنا مش قادرة أوصف لك سعادتي عاملة إزاي بالدور ده، لأنه يعتبر المسلسل كله هو بطولة جماعية، وإن أنا يتحط اسمي في وسط النجوم الكبيرة دي كلها شرف ليا، وإني أتعامل مع الأستاذ محمد سامي للمرة الثالثة، لأن حضرتك طبعا عارف إن هو أكيد اللي اكتشفني في مسلسل البرنس، فكلمني ورشحني للدور وقال لي دي بطولة جماعية والدور كبير، فالمفاجأة كانت قوية جدا بالنسبة لي، ومسؤولية كبيرة ان انا ابقى موجودة في وسط النجوم الكبار دول مع الاستاذ محمد رمضان اللي أكيد بتعاون معاه للمرة التانية، بس ما كانش في نصيب ان انا يعني يكون في ما بيني ما بينه مشاهد في مسلسل برنس، أكيد. بس المسلسل ده فيه حاجات يعني فيه تفاصيل كتير واكيد انت عارفها. انتي طالعه اخت لا يعني مرات انا اخوه. طالعة مرات اخوه الكبير، لك ان تتخيل بقى، وبانك صديق عزيز واحنا اصدقاء من زمان، عارف انه دايما بيختاروني في ادوار الشر، فيعني هتغلي مش جامد على شرير محمد قوي رمضان بس السنه دي، نعم. هتغلي جامد على محمد رمضان السنه دي. لا يعني لا انا مش قادره اقول يعني، مش بلاش نحرق الاحداث، بس هي هيبقى على كل الناس. قوية مفترية تجربه طول عمرك. والله ابدا دي مش شخصيتي خالص، يعني احنا ما يعني معرفه قديمه وانا مش كده خالص، بس أنا هي عارف والله. الفكره ان الدور ده بالذات بحس ان هو تحدي، انا بحس ان انا عايزه اتحدى نفسي ان انا اعمل دور زي ده صعب، والدور المره دي بجد صعب جدا، بس بصراحه هو ما فيش حاجه تصعب مع استاذ محمد سامي لانه هو مدرسه تمثيل، مخرج كبير طبعا. يعني مخرج كبير، وانا مبسوطه ان انا بتعاون معاه بجد. انت بتبقى حرفيا طالع من المسلسل، لو عندك يوم مشاهد 4 5 مشاهد انت طالع كانك كنت موجود في ورشه تمثيل، أكيد هو مش هيدخلك المشهد من كتر حبه للممثل ومن كتر حبه للفكره بتاعت ان هو انا عارف ان انت هتعرف تطلع ده، فاقول له لا مش قادره، يقول لي لا انت هتطلعي ده وهتعيطي دلوقتي في المشهد حالا، يلا يا جوري. فالفكره ان هو بيديك القوه دي وان هو واثق فيك بيخليك انك لا هتقدر تعمل الموضوع، ومش بتتنازل ابدا غير انك تعمل ماستر سين كويس. وليكي مشاهد طبعا مع محمد رمضان مهم، انا عارف. ليا مشاهد مهمه مع محمد رمضان، وعايزه اقول لك هو يعني يعني على المستوى الشخصي احنا اصدقاء، بس هو انسان جميل جدا، انسان جميل، انسان متواضع، انسان متعاون، انا تفاجات بيه بصراحه في المسلسل ده، احنا كلنا يعني النجمات اللي موجوده في المسلسل اتفاجئوا بيه، هو بيساعد ما يطلعش ابدا من المشهد بتاعه غير لما احنا كلنا نخلص الكلام بتاعنا المشاهد بتاعتنا علشان نبقى كلنا بنتكلم معاه، ما يبانش ان احنا we're faking it مثلا ان احنا بنتكلم مع شخص تاني، لا بيفضل قاعد لاخر المشهد مع انه اكيد عنده حاجات تانيه كتيره والتزامات تانيه كتيره، بس ان هو يعمل كده معانا ويقدر كل شخص من الكبير للصغير في اللوكيشن طبعا. دي حاجه كبيره جدا احنا نشيلها له على راسنا يعني، وان شاء الله يا رب يكرم كل الناس اللي في المسلسل ويوفقهم والمسلسل يكسر الدنيا. نجم كبير محمد رمضان في الغناء او في التمثيل، فطبعا لازم يعني كان معانا مي كساب الاسبوع اللي فات قالت نفس الكلام، فباين ان روح المسلسل كله مي مختلف. دي عسل اصلا يعني، مي دي جميله مفيش يعني، هي منها. بونبونيه لا هي بونبونيه يعني بونبونيه اللوكيشن، اكيد باستاذه هاله الملكه، الملكه استاذه هاله صدقي، ايمان العاصي، منى فضالي، استاذه زينه، برضو هم يعني برضو احنا كلنا اصحاب، بس اول مره اتعامل مع استاذه هاله صدقي، كنت معايا في مسلسل ليه لا، بس دي برضو اول تعامل معاها يعني معاها فيس تو فيس لانها حماتي اكيد وعمتي في نفس الوقت، ففي معاها مشاهد صعبه، انا برضو شايفه قامه كبيره قدامي والاكشن اللي ما بيننا انا ببقى من جوايا بجد مرعوبه، انا يعني اللي هو بقول يا رب اعدي المشهد ده على لا ان شاء خير. الله ربنا يكرمك في رمضان ده ما تقلقيش. طب امين ايه امين يا رايك رب. نروح لتهديد سلاح بقى مع حسن الرداد، دور مختلف وفيه تنقلات في كل مرحله، كلمينا عن مش بقول لك انا الشغل. بحب الادوار اللي فيها تحديات. لا بس انت ما كنتيش انا شرانيه كنت قوي مع حسن الرداد. خالص، لا انا لا بس انا كنت لطيفه في الاول، بس بعدين انا اللي قلبت الاحداث يعني، اللي هو طلعت في الاخر وقلت يعني احنا هو الفيلم اوريدي اتحرق ونزل ولا ايه، بلاش اقول لا لا تفاصيل. خلاص هو اتحرق ونزل بس تمام. كلمينا عن التعامل مع حسن الرداد ومي عمر، طبعا انت اشتغلتي معاه كذا مره، ف
ماي ما كانش في ما بيني وما بينها اي مشاهد خالص في تحت تهديد السلاح، بس اشتغلت معاها طبعا في لؤلؤ، وبرده ما حصلش نصيب ان يكون في ما بيني وما بينها مشاهد. في رانيا وسكينه كان مشهد واحد بس كنت مقتوله اوريدي. كان حد دخل قتلني، وكان معانا الفنانه الجميله روبي. لا ماي جميله، ماي جميله، ماي جميله يعني، سكر وزي العسل. وهي برده عايزه اقول لك يعني كان ليها فضل برده ان هي اللي رشحتني لاستاذ محمد للدور. يعني لما جه كلمني استاذ محمد فقلت لا جوري، فأنا انبسطت جدا وكلمتها وشكرتها. هي إنسانة جميلة جدا على المستوى الشخصي، لطيفة جدا يعني. في ممثل أو ممثلة نفسك تمثلي معاه الفترة اللي جاية وممثلتيش معاه؟ والله أنا نفسي أشتغل مع الفنان كريم عبد العزيز. نفسي يعني كريم عبد العزيز، سواء أحمد عز، أحمد السقا. انت يعني منشنه على كل الحلوين. امير قراره، انا منشنه على النجوم الكبيره. الفتره اللي جايه دي ما فيش غير حاجات عظيمه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا. طب ايه اللي جاي بعد العمده؟ بص، هو حاليا عايزه اقول لك ان ما فيش غير العمده ثم العمده ثم العمده، لانه حرفيا يا عبد العزيز احنا ما بننامش. يعني ما يعني لا بننام ولا في اي وقت فاضي. تقريبا ثلاث ارباعنا تقريبا شغالين على المسلسل ده بس. اكيد. فيعني الحمد لله نعمة ورودة من عند ربنا، وشكرا لأستاذ محمد سامي أكيد، ومبسوط أكيد. وشكرا لمحمد رمضان إن أنا موجودة معاهم، وإن هم بيدعموني في المسلسل ده، وإنه بطولة جماعية ودور كبير وتحدي كبير. يا رب يعني يعجب الناس، لأني طالعة تماما بشخصية مختلفة وكاركتر تماما مختلف. فيا رب يعجب الناس، ويبقى ده بقى هو العقد الكبير، ويخليه يعني ربنا يرزقنا بعديها بحاجة كويسة بإذن الله. طيب اتفرجتي على ايه الفترة اللي فاتت، وفي رمضان الجاي نفسك تتفرجي على ايه؟ يعني في ايه المسلسل اللي سمعتي خبر عنه انا عايزة اتفرج عليه؟ يعني ما انا مش عايزة اقول لك ان انا مش متابعة اي حاجة. انا بنام 8 الصبح وبصحى 8 بالليل. بس اكيد في مسلسلات، يعني منى زكي ومنزله مسلسل، برضو مي هتبقى منزله مسلسل، امير كرارة برضو عامل مسلسل. عامل مسلسل حلو امير مع مي عز الدين. انا كنت هكون على فكره موجوده في مسلسل الحشاشين بس هو اتاجل. مع كريم عبد العزيز. يعني عايزه اقول لك كان الحلم اولموست خلاص بنقرب عليه، بس ما حصلش نصيب. لا في حاجات كتير، ما تخلينيش انسى اسامي حد علشان ما نزعلش. لا عشان انا ما ازعلش ان انا نسيت. بس لا في حاجات كتير جايه، والامام الشافعي مع خالد النبوي. لا في حاجات كتير قويه جايه الفتره اللي جايه دي. يعني هي تحدي كبير طبعا. المسلسل بتاعنا موجود في وسط المسلسلات الكبيره دي كلها، بس يعني كل حاجه بتنزل بتاخد وقتها، بتاخد نصيبها، والباقي كله على ربنا يعني، لانه اكيد كلنا تعبنا. اكيد. جوري انت عارفه احنا صداقتنا بقى لها قد ايه، وانا مبسوط لك جدا ومبسوط وبعدين احنا عشره واسكندرانيه. بالظبط كده. فمبسوط لك جدا، وان شاء الله ربنا يكرمك وتكون الخطوه بتاعت العمده لخطوه اكبر ان شاء الله. وشرفتينا النهارده في برنامج مسلم. يا رب. شكرا يا عبد العزيز، اشكرك بجد، كلك ذوق، ويعني بتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم بقى ايه مقدما قبل ما ينزل رمضان. رمضان عليكي كريم. ميرسي ليكم، وشكرا على المداخله الجميله دي. اشكرك. ربنا يخليك. مع الف سلامه. ثانك يو. باي باي.